بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأساتذة الكرام والطلبة الأعزة، هذا هو الدرس العاشر من شرح التحفة السنية على المقدمة الآجرومية. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أحوال الإعراب والبناء، وقلنا بأن الإعراب هو تغير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه، وقلنا البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، وذلك مثل قولنا أين وكيف تلزمان الفتح، حيث ومنذ تلزمان الضم، أمس وهؤلاء تلزمان الكسر، كم تلزم السكون. فإذا حركات البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وأنواع الإعراب، نبدأ أولا بالرفع، فيكون اللفظ مرفوعا بالضم أو ما ينوب عنه، وسنذكر بإذن الله تعالى ما ينوب عنه. والنصب، يكون اللفظ منصوبا بالفتح أو ما ينوب عنه. والخفض، يكون اللفظ مخفوضا أو مجرورا بالكسر وما ينوب عنه. والجزم، يكون اللفظ مجزوما بالسكون. قلنا الكسرة لا تكون إلا في الأسماء، فلا يمكن أن تدخل على الأفعال فتقول يلعبي، إلا طبعا إذا كان في حالة التقاء الساكنين، وذلك سنذكره في بعض التفاصيل. إذن قلنا الكسرة لا تدخل إلا على الأسماء، كقولك تألمت من الكسول، فالكسول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكقولك أيضا الطائر فوق الشجرة. والجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع، كقولك لم يلعب ولم يفز متكاسل، لم يفز متكاسل، فيفز فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ويجزم الفعل المضارع بالسكون إن كان مفردا صحيح الآخر، ويجزم بحذف النون إن كان من الأسماء الخمسة كما ذكرنا، ويجزم بحذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، كقولك لم يرمي الكرة ولم يدعو الكسول ربه، فيدعو هنا تكتبها بالضم ولا تكتبها بالواو، أصلها يدعو، فتقول لم يدعو الكسول ربه، ولم يدنو من ولم وتقول لم يدنو الطالب من الأستاذ، فتكتب يدنو بالضم ولا تكتبها بالواو. ومواضع الضمة، أي مواضع الإعراب في الضمة، تعرب الأسماء منها الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. هذه الأسماء والفعل المضارع ترفع بالضمة، فالاسم المفرد يرفع بالضمة، وجمع التكسير يرفع بالضمة، وجمع المؤنث السالم كذلك يرفع بالضمة، والفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء كما سنذكر، لأنه إذا اتصل آخره بشيء فإنه لا يرفع بالضمة وإنما يبنى، وذلك في حالتين: إذا اتصلت به نون النسوة، وإذا اتصلت به نون التوكيد، فسنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن الفعل المضارع مرفوع مثل قولك يلعب. والاسم المفرد أيضا: فاطمة، عائشة، محمد، مجتهد، محمد. لم يأتي الفتى، الفتى أيضا اسم مفرد، والقاضي اسم مفرد، وأخي اسم مفرد. هذه كلها أسماء مفردة. والاسم المفرد على كل حال بشكل سريع: الاسم المفرد في باب الإعراب هو ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم، ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم في باب الإعراب. والاسم المفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. وفي باب المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وفي باب العلم هو ما ليس مركبا، وسنذكر ذلك بإذن الله تعالى عندما نصل إلى هذه الدروس. أما الآن في درس الإعراب، فالاسم المفرد هو ما ليس مثنى. الرجلان مثنى، فهذا لا تقول أنه مفرد، إنما هذا مثنى. وجمع المذكر السالم: المهندسون جمع مذكر سالم، فلا تقول اسم مفرد وإنما تقول جمع مذكر سالم. إذن في باب الإعراب الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم. إذن قلنا التي ترفع بالضمة الاسم المفرد وهو واضح: محمد، مجتهد، جاء محمد،
وبالنسبة لجمع التكسير أيضا يرفع بالضمة، تقول جاء الرجال وانقضت الأسود على الفريسة مثلا. فإذا هذا أيضا الاسم التكسير، اسم التكسير يرفع بالضمة وكذلك ينصب ويجر، ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. جاء الرجال، رأيت الرجال، مررت بالرجال مثلا. وكيف نعرف الاسم، كيف نعرف اسم التكسير؟ اسم التكسير هو ما لم يسلم مفرده، أي مفرده لم يسلم، بخلاف جمع المذكر السالم الذي سلم مفرده، سمي جمعا مذكرا سالما لأنه سلم مفرده من التغيير. فمثلا قولك مسلم تجمع على مسلمون، 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 هذه الكلمة احتوت على كلمة مسلم، فالميم والسين واللام والميم موجودة في كلمة مسلمون. مهندس، مهندسون، أيضا معلم، معلمون، وهكذا. إذن جمع المذكر السالم ما سلم مفرده من التغيير، أما جمع التكسير فلم يسلم مفرده من التغيير. تقول أسد، أسود، زادت الواو. وطبعا هنا هناك تفصيلات بالنسبة لجمع التكسير، يمكن أن يكون الزيادة بإضافة حرف، ويمكن أن يكون بنقصان حرف، ويمكن أن تكون بالحركة، مثل أسود تجمع على أسد، على أسد، على أسد، فإذا تجمع على أسد، وهنا تغيرت الحركة، أسد، أسد، فإذا أسد ضمت وأسد فتحت. فإذا ونمر، نمور، تغيرت وزاد الواو. تهمة، تهم، تخمة، تخم، أن هنا نقص، نقصت التاء المربوطة. كذلك أيضا رجل، رجال، زادت الألف. سرير، سرر، نقصت الياء. وهكذا كتاب، كتب، أيضا وهكذا كريم، كرماء. فهذه كلها جمع تكسير، وجمع التكسير يرفع بالضمة كما قلنا. وكذلك مما يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم كذلك هو ما سلم مفرده من التغيير، كقولك مثلا زينب تجمع على زينبات، فكلمة زينب موجودة في كلمة زينبات. وتقول جاءت الزينبات، والزينبات مجتهدات، وهكذا. إذن يرفع بالضمة جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. وجمع المؤنث السالم بعضهم يسميه المنتهي بالألف والتاء، لأنه لا يشترط أن يكون مؤنثا، فقد تكون هناك أيضا مثل البقرات والمعزات، هذه يعني تكون مؤنثة حقيقية. وكذلك هناك أيضا مؤنث آخر يعني أو منتهم بألف والتاء، مثل قنوات، قنوات أيضا منتهم بألف وتاء، وهكذا مثل قولنا علات وإلى آخره. فإذا بعضهم يسميه المنتهي بالألف والتاء، وبعضهم يسميه جمع مؤنث سالم. فإذا هذه الأسماء الأربعة التي تنتهي، هذه الأسماء الأربعة، الاسم المفرد وجمع التكسير، والأسماء الثلاثة عفوا، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم ترفع بالضمة. وهناك الفعل المضارع يرفع بالضمة، تقول يضرب ويأكل ويشرب، والفعل المضارع يرفع بالضمة وينصب كما قلنا بالفتحة أن يضرب إذا دخل عليه الناصب. وبالنسبة للجزم سنذكر بإذن الله تعالى له تفاصيله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.